رستن 26/5/2012 استهداف منازل بالصواريخ الساعة 1 ليلا. الله أكبر، هذه آثار الدمار. الصورة تتكلم. إيه شو صار معك انت؟ الساعة شي الساعة واحدة بالليل كانت مقطوع الكهرباء وقاعدين هون انا وولادي. ما حسينا الا القذيفات للبيت، واحدة فجرت واحدة ما فجرت، عم يزتوا على الرستن وعلى الحولي. ما حسيت لا اجري صارت تزت دم ولا نزلوني على المشفى لتحت على المشفى الميداني. بترت اصبعتين واصبع مهددة بالبتر. نعم. وما يعني لا لنا علاقة ولا شيء، قاعدين نحن بالبيت، لا لنا بالشارع، لا لنا شيء. ما حسينا الا هالقذائف صارت تنزل. يعني ثنتين مقصين، اصبعتين مقصين، والثالثة مهددة بدها بالقص. وهاي ابني كمان ما عاد يسمع. ما بسمع خالص، شو من حكيته ما بسمع. هذا الشاب ما بسمع؟ ما عاد يسمع من الضغط، ما عاد يسمع. عرسه شيء على طبيب؟ بس ما نزلوني إلي، يعني هلا نحن الصبح هاي الساعة 1 بالليل هذا الحكي. وكهرباء مقطوعة ولا فيك تتحرك ولا فيك شيء ولا في مي ولا كهرباء ولا يعني وضع ما. الحمد لله على السلامة. صورت هاي القذيفة؟ طبعا. يعني هاي اصلاحات المراقبين، يعني المراقبين لازم يضلوا عنا هون، بس ما هم فاضيين بالفنادق. فاضيين كانوا امنونا. لا قاعدين بالفنادق ما هم فاضيين، كانوا امنونا. في عندهم غدا وعشاء، اربع خمس ايام بلا فرصه. هو بس ليحينا، بعدين هن عاد بيجوا لهون، بيجوا بس ليحينا خالص. انا بدي اقول له لكوفي انام، وزن هاي القذيفه على سرعتها وعلى وزنها اذا ما انفجرت شو بتعمل بالمنازل السكنيه؟ إن كان بمدينة الرسا ولا بغير مدينة الرسا، فكيف وإذا فيها تنفجر على أهالي الأوزة في مدينة الرسا؟ الله أكبر. هاي هدية لكو في عنانها. مراف الزعبي من داخل أحد المباني السكنية المستهدفة في مدينة الرسا.